برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. زي ما كنت بقول لحضراتكم في البداية قبل ما نتكلم على كأس العالم، ودي بطولة مهمة جدا، هنتكلم على بطولة أخرى وهي كأس العالم للمناخ. ممكن نطلق عليها هذا الاسم أو التوصيف، لكن شتان ما بين البطولتين. بطولة كأس العالم في كرة القدم بيبقى فيها فائز واحد فقط، بتشارك فيها بلاد العالم، منتخبات الأقوى، ومنتخب واحد هو اللي بيفوز. إنما بطولة المناخ لا يفوز فيها فريق، لا تفوز فيها دولة، إما أن نفوز جميعا أو لا يفوز أحد. على مدار 12 يوم كان في ماراثون قوي جدا، حوارات، لقاءات، وعود، تعهدات، لكن على ما يبدو أنه ما زال الطريق يعني أمامنا للوصول إلى اتفاق أكبر ما بين دول العالم في طريقة التحرك لمجابهة تحدي تغير المناخ بكل مشتقاته، مجابهة هذا التحدي، التقليل من أو التخفيف من حدة تأثيره على بعض البلاد، قضية التمويل، قضية التأقلم. ليه بقول لحضراتكم ده؟ لأنه الحقيقة على مدار 12 يوم منذ انطلاق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في بعض المكتسبات التي تحققت، لكن على ما يبدو أن هناك بعض القضايا التي ما زالت محل خلاف. وده مش كلامي، ده كلام سكرتير عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، اللي في بيان صحفي صدر عنه قبل انطلاقه من بالي إندونيسيا حيث كان مشاركا في قمة مجموعة العشرين، وانطلاقه إلى شرم الشيخ التي وصل إليها منذ ساعات. في رسالته كان بيقول أنه في بعض الأمور التي ما زال هناك انقسام بشأنها، وفي ختام رسالته كان بيقول الآتي: ساعة المناخ تدق، ولا يوجد لدينا رفاهية للتأخر، والثقة تتآكل، أي ثقة الشعوب في الزعماء للوصول إلى اتفاق أو مجموعة من الاتفاقات للمضي قدما لمجابهة هذا التحدي. ثم قال الأطراف، الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، اتفاقية الأمم المتحدة، لديهم الفرصة لإحداث فرق حقيقي الآن وليس لاحقا، وبالتالي حث الجميع على التصرف بحكمة والتحرك بشكل سريع الآن وليس لاحقا. ده مضمون رسالة بيقول إن هناك على ما يبدو ما زال بعض النقاط الخلافية والأمور التي لم تحسم بعد. فاسمحوا لنا أن نقرأ معا إلى أي مدى وصلنا الآن من خلال كل الجولات والحوارات النقاشية والجلسات التي عقدت على مدار الأيام الماضية في مؤتمر المناخ، ما النقاط المضيئة والأمور التي تم الاتفاق بشأنها واتخذت فيها بعض الخطوات الإيجابية، وما الأمور التي ما زالت محل خلاف ما بين الأطراف. وهذه القراءة يسعدنا أن تكون مع السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. My dear Mrs. Panova, good evening. السيدة العزيزة إلينا بانوفا. Hey, good evening, Rami. Very nice to have you. Thank you for having me in your show. Thank you. It's our pleasure and thank you for your time. I know you have a very busy schedule. So let me start off immediately and ask you for the past almost 2 weeks عن ما حدث في الأسبوعين الماضيين في مؤتمر المناخ. كيف ترين ما حدث فيما يتعلق بمسائل التنظيم وكافة النقاشات ذات العلاقة بالوصول إلى اتفاق حول التحديات الموجودة؟ سيد رامي، أنت كنت هنا ورأيت بعينيك إن الوضع به كثير من الحيوية في هذا المؤتمر، مؤتمر الأطراف هذا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي تتعلق بالأطراف الذين لا يمثلون دولا الدولة بشكل رسمي. لدينا المناطق الخضراء والزرقاء، لدينا الكثير والكثير
الكثير من الجناحات التي كان بها الكثير من النقاشات والمحافل على هامش المؤتمر، ونقاشات للحلول واتفاقات يتم إبرامها، ومن ثم فكان حيويا بشكل كبير كمؤتمر للأطراف. وهذا مهم لأن هذا يجعلنا لدينا أمل في أن هناك حلولا على الأرض، وأن يتحدث الناس مع بعضهم البعض في مختلف الفاعليات في هذه الأجنحة المختلفة للمؤتمر، وهذا إلى جانب النقاشات الحكومية والمفاوضات. هذا يجعل الكوب مكتملا. وفيما يتعلق بمسائل التنظيم، فإنني أعتقد أن الرئاسة المصرية للمؤتمر قد كانت صدمة بالنسبة لنا، لأننا قد رأينا كل أولئك الأشخاص، ولكن التسجيل كان يتم بشكل رائع في اليوم الأول والثاني، وكانت الأشياء جيدة جدا وعلى المسار الصحيح. وبالتالي فإذا ما كان لي أن أقول في كلمة واحدة، فأقول أنه كان مليئا بالحيوية كمؤتمر أطراف، وأعطانا الأمل والدليل على أن هناك حلولا على الأرض، ولكن الأمر لم ينتهي حتى الآن. علينا أن ننتهي أو ننتظر حتى النهاية حتى يكون لدينا استنتاجات. قبل النهاية مباشرة يمكننا أن ننظر على ما تم تحقيقه حتى الآن وبعض القضايا العالقة، لأنني رأيت منذ بضع ساعات ما تم إطلاقه من قبل رئيس المؤتمر السيد سامح شكري في إطار إصدار صحفي، وقال أن هناك تقدما تحقق في بعض الأمور، غير أن هناك عددا من القضايا الأخرى التي لا زالت عالقة أو أنه لم يتحقق فيها التقدم، إن أمكنني قول ذلك. وقد تأكد هذا من قبل من خلال الإصدار الصحفي أو ما قاله معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وبالتالي هل نقسم ذلك إلى موضوعات؟ بمعنى ما هي الموضوعات التي أنجز فيها حتى الآن، وما هي القضايا العالقة التي لا زالت في حاجة لاتخاذ خطوات من مختلف الدول؟ مرة أخرى، لا زال الوقت مبكرا لأننا لازلنا في خضم المفاوضات، لأن هذه القاعدة الحاسمة، الجميع يعمل على ما يسمى بالقرار، ما يسمى بالكفر ديسيشن، وهو القرار النهائي الذي سوف يتخذ. وهذا المؤتمر سوف يبدي تقدما على 4 جبهات. أما الأولى فيما يتعلق بالبرنامج الخاص بالتخفيف، فنود أن نرى البرنامج العالمي للتخفيف كأحد أشكال التقدم في إطار هذا القرار. وكذلك أيضا فإن التخفيف هو متعلق بأن نبقى على درجة 1.5 مئوية، وبالتالي نحن نتوقع في نهاية ما يتمخض عنه هذا المؤتمر سوف نرى الدول لديها المؤشرات الأكثر طموحا، وهناك من قام بالعمل بالفعل. وهنا نتحدث عن الأمل مرة أخرى. وشيء آخر، إذا ما أمكنني المقاطعة إذا سمحت لي، فيما يتعلق بهذه النقطة وفيما يتعلق بالإنديسيز أو الالتزامات المحددة وطنيا، 1194 فقط 29 منهم هم من لديهم الالتزامات المحددة وطنيا الجديدة أو الإنديسيز، فإلى أي مدى تعتقدين أنه في خلال الأيام المقبلة سيزداد رقم هذه الدول؟ أعتقد أنه في هذه المرحلة بالفعل هناك الدول قد عبرت عما لديها من التزامات محددة وطنية طموحة، وكذلك أيضا الملوثين في الحقيقة المتوقع أن يخرجوا أيضا بهذه الأشكال الطموحة من الالتزامات المحددة وطنيا. وقد رأينا بعض التقدم، وكنت عندما كانت الدول تقوم ببياناتها فيما يتعلق بعملية التخفيف كنت موجودة، وأعتقد أنه في النهاية أن هذا المؤتمر سوف يبقي على الأمل ونافذة أو آفاقا للإبقاء على الدرجة والنصف. هذا ما نأمله كلنا، لأنه بعد الدرجة والنصف سوف يكون هناك مشكلة للعالم بأسره. في حقيقة الأمر الأمين العام، لا أعرف ما إذا ما كنتم سمعتم أنه اليوم في إطار بيانه الصحفي قد قال أننا في حاجة للتركيز على أن
نتحدث فقط عن 1.5، بل الناس نفسها هي من تبقى في الحقيقة، لأن هذا هو سنام الأمر. وأن نتأكد كذلك أيضا من أن هناك تخفيضا لخفض الكربون، هل سنصل إلى ذلك؟ نعم، هذا ما نحتاج إليه، إن التآزر العالمي والطموح مطلوب والإجراءات مطلوبة على الصعيد المناخي. نعم، دعونا ننتظر حتى هذا القرار أو ذلك القرار النهائي الخاص بالمؤتمر ونقاشات قائمة بشكل كثيف الآن. نحن نأمل أن تكون النتائج على حسب توقعاتنا. فيما يتعلق بمسألة التكيف، هل يمكننا أن نقول أن هناك إنجازات إيجابية في هذا المجال أم أن هذا أيضا أحد القضايا العالقة؟ ما هو متوقع مرة أخرى من هذا المؤتمر فيما يتعلق بالتخفيف وكذلك أيضا التكيف؟ هو أن يكون هناك تقدما يحرز، نريد أن نرى تقدما يحرز، وأحد عناصر هذا التقدم هو أن يكون هناك وضعا لهدف عالمي متعلق بالتكيف، لأن الهدف الخاص بالتخفيف 1.5 هذا تخفيف ولكن ليس للتكيف نظير له، وبالتالي هذا أيضا أمر يمكن أن يكون تقدما هنا فيما يتعلق بوضع هذا الهدف، ولكن كيف سيكون شكله مرة أخرى؟ الوقت مبكر جدا حتى نقول، فلنرى كيف سينشأ الأمر وسوف يظهر ويتمخض عن النقاشات الشديدة القائمة. ولكن تبين أن هناك تقدما فيما يتعلق بصياغة هدف عالمي متعلق بالتكيف. في إطار الحديث عن التكيف، لا يمكننا هنا أن نتجنب الحديث عما يدعو إليه معالي الأمين العام وهو متعلق بالتمويل الخاص بالتكيف. والنقطة الأخرى التي أود أن أدلي بها هي اجتذاب القطاع الخاص، حتى بمعنى أن يكون التكيف جاذبا أكثر للقطاع الخاص، لأنه في الوقت الحالي الأموال العامة هي التي تصرف على التكيف لأن بها مخاطر كثيرة. ولكن الفكرة هنا فيما يتعلق بالحياة وسبل المعيشة، الزراعة والمجتمعات، هذا هو التكيف. ومن ثم فنحن نحتاج إلى دفعة قوية محفزة لذلك، ولكن هناك تقدم، نحن نتحرك أكيد. نحن أعتذر مرة أخرى، ولكن هناك كثيرين من الممثلين من القطاع الخاص من كافة أرجاء العالم الذين حضروا مؤتمر الأطراف. إلى أي مدى تعتقدين أنهم سوف يتخذوا خطوات أكثر أو للأمام في مسألة التكيف والاستثمار في الطاقة المتجددة ومشروعاتها والاستثمار في المشروعات الجديدة الصديقة للنظم البيئية؟ هناك توقع للقطاع الخاص أن يدخل في الأمر، هم ليسوا موجودين فيه حتى الآن، ولكن علينا أن نفهم خصوصا عندما تحدث عن التكيف أن به مخاطر كثيرة بالنسبة لرأس مال القطاع الخاص، وبالتالي حتى نستطيع أن نرى قفزة في التوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، علينا أن نقلل المخاطر على الاستثمارات لدى القطاع الخاص حتى يدخل في الأمر ويكون له يد فيه. وبالتالي لابد أن يكون هناك تمويل بامتيازات ومنح تقلل من مخاطر هذه الاستثمارات التي من المتوقع أن يضخها القطاع الخاص حتى يدخل في الأمر. وبالتالي هذا بالنسبة للتكيف، المسألة الاستثمار في تقليل مخاطره. ولكن تبين من القطاع الخاص أنه فيما يتعلق بالتخفيف، لأن الطاقة المتجددة هي متعلقة بالتخفيف، تبين أن القطاع الخاص كانوا من في القوى الدافعة في موقع القيادة، يغيرون السوق ويقومون بالعمل على مشروعات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة التي يمكن سداد سعرها بشكل معقول. ومصر مثال، أن القطاع الخاص قد أخذ بزمام الأمر في مصر وعمل على الطاقة المتجددة في إطار بناء بنبان وما في إطار الطاقة الشمسية. وفيما يتعلق بالتمويل عامة، لقد كان تحديا على مدار كافة السنوات الماضية، وحتى الدول المتقدمة فهي لم تفي بتعهداتها المتعلقة بالمليار دولار، فهل هناك تغيير في هذا الأمر حتى الآن؟ لم يكن هناك التزامات واضحة فيما يتعلق بأرقام، ولكن ألمانيا قد أعطت التزاما
وكذلك هناك دول تأخذ 100 مليار على محمل الجد. وفيما يتعلق بقرارات جلاسكو فيما يتعلق بال100 مليار أنها سوف يتم تحقيقها في نهاية عام 2023-2024. ولكن بصراحة ال100 مليار ونقاشاتها متعلقة بالثقة والوفاء بالعهود والوعود، وهي رمزية أكثر من أي شيء آخر، وذلك لأن ال100 مليار هو رقم زهيد، هو غيض من فيض. نحن نحتاج الكثير كما يقولون. إذا كنا سوف ننتقل إلى مستقبل به صمود مناخي فنحتاج الكثير والكثير من الأموال أكثر من هذا. والرئاسة قد أيضا وضعت نقاشا فيما يتعلق بالهدف التالي المتعلق بالتمويل المناخي، وهذا لابد أن يكون هدفا كميا أو نوعيا وكميا، لأنه ليس هناك منهجية فيما يتعلق بالكيفية المنضبطة لقياس كم المبالغ التي دفعت في كذا وكذا. ولكن هناك ما يحدث حاليا في إطار المؤتمر، ولكننا سوف نعرف أكثر في نهاية المؤتمر كما قلت آنفا. في النهاية وقبل أن ينتهي وقتنا، فيما يتعلق بمسألة الخسائر والأضرار، أعرف أن هذه واحدة من القضايا التي تنقسم فيها الآراء ووجهات النظر ما بين مختلف الأطراف. لك التعقيد. فيما يتعلق بالخسائر والأضرار من ناحية، هي الخطوة الأولى اتخذت وهي على وشك النجاح، وكلنا نعرف الخطوة الأولى بأنه قد تم وضعها على جدول الأعمال، لأن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا، على الرغم من أن الخسائر والأضرار موجودة بالفعل في اتفاقية باريس، فوضعت على الأجندة هذه المرة، وهناك مفاوضات تحقق نجاح ضئيل، وكان هناك إعلان فيما يتعلق بشبكة سانتياغو. وشبكة سانتياغو هي الشبكة التي سوف تقدم الدعم الفني فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، ولكن السؤال الأهم للجميع هي التمويل، تمويل الخسائر والأضرار. ونحن لم نسمح حتى الآن ما الذي يحدث فيما يتعلق بالمفاوضات في هذا الأمر، ونأمل من هذا المؤتمر أن يكون هناك عملية محددة الزمن على مدار السنتين المقبلتين بمعالم رئيسية أساسية تضع حزمة من الآليات تشتمل التمويل الخاص بالخسائر والأضرار، لأن العمل على جبهة واحدة لا يكفي، ولكن لابد أن يكون هناك مجموعة من الأدوات المختلفة بما في ذلك نافذة في إطار صندوق المناخ الأخضر مثلا. ونأمل في العامين المقبلين أن يعمل على هذه الآليات، والأهم والشيء المهم هنا هو أن نتفق على المسار ومعالم رئيسية في هذا المؤتمر، والدول النامية بوضوح تريد التمويل أن يكون جزءا من هذا الأمر، وبالتالي علينا مرة أخرى أن ننتظر حتى نرى ما هي النتائج التي سوف يتمخض عنها القرار النهائي كما قلنا، أو الكفر ديسيجن، وسوف نرى ما الذي سوف يحدث فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، ونأمل أن تصل إلى اتفاق ما بين الدول النامية المتقدمة إن شاء الله. إذا كنت تتحدث بشكل عام، كيف ترين الاختلاف ما بين مؤتمر الأطراف في هذا 27 وما كان قبله فيما يتعلق بموضوعه؟ إذا نمسك القرارات أن يكون مؤتمر التنفيذ، لأنه ليس لدينا وقتا لنهدر الجميع عليه أن يمضي قدما. وبالتالي فيما يتعلق، هل تتوقعين أن ما نتوقعه سوف يتحقق وسوف نجده في اليوم الأخير من المؤتمر؟ أعتقد أن المؤتمر حقق الكثير فيما يتعلق مسألة التنفيذ، وقد بدأت بهذا وسوف أنهي بنفس الكلام. كل الأجنحة الخاصة بالمؤتمر كانت تتحدث عن الحلول،
الحلول لمختلف المشكلات، وبالتالي فقد حقق الكثير فيما يتعلق بالتنفيذ على أمور مهمة مثل التوسع الحضري، المياه، والأمن الغذائي وغيرها. فهذه القضايا لم تكن موجودة من قبل، ولكن في إطار المبادرة رئاسة المؤتمر هي التي قد دفعت قدما بهذه القضايا، وبالتالي فمسألة التنفيذ قد دفعت قدما بشكل جيد. والأهم هو أنه حاليا أصبحت هناك مفاوضات حول الحزمة بالكامل حتى تتحقق هذه الحزمة في النهاية. السيدة إلينا، أعرف أنك جدولك مزدحم بكثير من المشاغل، ولكن ربما اسمح لي سؤال أخير فيما يتعلق بمصر. كيف ترين الجهد المصري المبذول في مكافحة تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة المتجددة والاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة المتجددة 2050؟ فما هي وجهة نظرك في هذا؟ فيما يتعلق بالاستراتيجية موجودة وهي طموحة جدا، وهي طموحة بشكل كبير جدا، وأعتقد أن مصر لديها خبرة كبيرة فيما يتعلق باتخاذ خطوات كبيرة في الطاقة المتجددة. وكما أعرف إن هذا سوف يكون هو الانتقال للمستقبل ذا الصمود والمرونة المناخية إن تحقق هذا. نحن نعرف المستهدف 42% من خلائط الطاقة متجددة بحلول عام 2030. في البداية كان 2035 هو العام، ولكن بعد ذلك مصر أرادت أن تحقق طموحا بأن يكون 2030. هذا رقم واحد، وبالتالي فالطاقة المتجددة سوف تكون شيء كبير. وشيء ثاني كبير بالنسبة لمصر هي الهيدروجين الأخضر وانخفاض الكربون، وبالتالي بعد الكوب نود على هذا أن ينعكس في كافة التطورات في هذا المجال. ولكنني أعتقد أن وضع مصر هو استراتيجي بشكل كبير جدا، وبالتالي لديها ما يؤهلها أن تكون دولة من الدول الرائدة والقائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، وبالتالي في الأمر يتعلق بالإرادة السياسية والطموح وما سيحدث بعد الكوب، وكذلك أيضا الطموحات الخاصة بالتكيف. وبالتالي فإن لدى مصر ما يمكن أن تعمل بها على التخفيف والتكيف، وكذلك أيضا لدينا الزراعة هي مهمة جدا. المليارات 7 مليارات بالفعل قد تم تحديدها وتم تحديد شراكات، ونحن حاليا نتوقع لهذه الشراكات أن تمضي قدما في أن تتحول وتترجم إلى مشروعات فعلية، ولكن الشراكات قائمة، وأعتقد أن مصر قامت بشكل جيد. والأهم هو أن الاستراتيجية الوطنية والالتزامات المحددة وطنية تمثل الضوء الأخضر الذي يجتذب المستثمرين عندما يكون لديكم هذه المشروعات التي يمكن التمويل لها من خلال البنوك والبيئة المناسبة. كل هذا سوف يجعل المستثمر يقرأ هذه الرسالة ويعمل بناء عليها، وبالتالي فإن هذه هي وجهة نظري. ودعني أقول شيئا وهو مهم، لأننا هنا نتحدث عن أشياء كبيرة، ولكن بالنسبة لمصر وما قام به بشكل جيد هي مبادرات المشاريع الخضراء على مستوى المحافظات، على مستوى المجتمعات، المشروعات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة في إطار العمل على جوانب المناخ على الأرض. ويسعدني أن أرى هذه المشروعات التي تمخضت عن هذه المبادرة، وكون الأمم المتحدة شريك في هذه المبادرة. ويسعدنا أن نقول أن هذه فقط الجولة الأولى من المشروعات، وفي العام المقبل والأعوام الأخرى المقبلة مصر سوف تكون لديها المزيد من المشروعات التي يمكن تنفيذها النابعة من الأرض.
أو من الميدان، وبالتالي لابد من حشد ما في مصر لكي نقوم بشكل جماعي بتنفيذ هذا التحول العظيم الذي ينتظرنا في مصر. أنا فخور في حقيقة الأمر بكل الجهود المصرية، وقد نجحت في أن تكون قدوة للعالم، ونتطلع لنتائج مؤتمر أطراف 27 بأنفولابيا ما نطمح إليه ونصبو إليه جميعا كلنا على كوكب الأرض، وهذا ما يحدونا الأمل في أن يتحقق حقيقة. شكرا جزيلا رامي، شكرا السيدة إلينا بنوفا، يعني بشكرها طبعا على هذا الحوار. ويمكن ممكن ملخصه أنه في إنجازات تمت بالفعل على مدار مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ. قد يكون هناك بعض الأمور لسه اللي ما زالت بتقول أنه في يعني حوارات مكثفة بشأنها. ما نطمحه جميعا بإذن الله أن تكون مخرجات كوب 27 هو ما نطمح إليه جميعا، أن دول العالم بشكل واضح تقول التزاماتها إيه، وتكون التزاماتها دي طموحة مش عشانها، عشان ده مطلوب من كل دول العالم عشان هذا الكوكب تستمر عليه الحياة. ما دون ذلك زي ما أنطونيو جوتيريش قال سكرتير عام الأمم المتحدة، فيش وقت، الساعة بتجري، ولو ما اتحركناش النهاردة فيش أمل في بكرة، بس بإذن الله الأمل يكون موجود. من بطولة العالم للمناخ إلى بطولة العالم أو كأس العالم اللي كلنا يعني منتظرينه، يمكن زي ما كنت بقول في المقدمة بتاعت هذه الفقرة، بطولة العالم للمناخ إما أن نفوز جميعا أو لا قدر الله نخسر جميعا، وبإذن الله يبقى الفوز لينا كلنا. أما في كأس العالم يبقى في بطل واحد. دايما بيبقى في سؤال صعب وفي بعض الناس ما بتحبوش زي أستاذ حسن مستكاوي طبعا، اللي هو التوقعات. لكن هنقرأ مجموعات إيه، الفرق اللي موجودة فيها، المنتخبات اللي موجودة فيها، التوقعات خصوصا في ضوء بعض التوقعات اللي يعني مواقع كتير عمالة تنشرها خلال الأيام الماضية، مما لا شك فيه بطولة كبيرة جدا وهي الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط. اتصرف عليها كتير عشان الملاعب تتعمل، كلنا مترقبين ومنتظرين هذه الفاعلية الممتعة لمليارات البشر حول العالم. نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع الأستاذ حسن المستكاوي، فأرجوكم ابقوا معنا.